السادس أكتوبر تاريخ جديد يضاف لأعوام مضت من عمر الديربي الكبير، الرقم 100، وبعد 4 ديربيات في الموسمين الأخيرين ينتظر الكبير والصغير الديربي رقم 105 في عمرهما، اتحاد ومولودية، وقصة من الزمان بحكاية كان يا مكان. بالأرقام وبتاريخ البطولة الموعد يتجدد للمرة 86 بواقع 25 فوزا للاتحاد و 26 فوزا للمولودية مع 24 تعادلا بينهما، وبينهما لا يزال السباق متواصلا في الدربيات بفارق فوز للمولودية. ناصر قديورة وشلبي هما الهدافان التاريخيان لأبناء الكحلة والحمراء برباعية لكليهما من مجموع 85 هدفا اتحاديا في البطولة إلى آخر هدف سجله بودربال. أما عبد السلام بوسري فظل علامة مسجلة لصالح المولودية في تاريخ الديربي بعشرة أهداف، وبينهما عمر بطروني الذي لعب للجارين وسجل 8 كاملة هنا وهناك. بالأرقام التي يعشقها الأنصار وهم يتوافدون على الملعب أو يغادرون أثقل نتيجة، لا زالت مسجلة لصالح المولودية برباعية لهدف. أول فوز كان للاتحاد بهدفين لهدف الموسم 62-63، وأثقل نتيجة بينهما في التعادلات رباعية مزدوجة. أما أطول فترة لمباريات متتالية فتعود للمولودية من العام 82 إلى 1990 بعشرة مواسم دون انهزام. حكاية الحي والمدينة بدأت بهدف حاحات العام 1940 وانتهت بهدف حشود العام الحالي، فمن سيسجل اليوم ومن سيفوز ومن قد يتعادل، لأن التعادل غالبا ما أنهى حكايتهما. أنظار العشاق رجالا ونساء من الشرفات إلى الطرقات إلى مسرح الخامس جويليا لا زالت بشغف 90 دقيقة وما يليها من أيام وأسابيع لا تنهي القصة إلا بقصص أخرى. وفي الراهن اتحاد خرج من المنافسة الإفريقية فرحل للديربي بمعطيات هامة، وصافة الترتيب بمباراتين متأخرتين، فوز حاضر في 5 مرات يبحث عن السادس، لا تعادلات في الريبرتوار وهزيمة واحدة، أحسن هجوم ب13 هدفا، دفاع اهتز في 6 مباريات، ما يعني أن أبناء فروجي يتلقون هدفا ويسجلون أكثر من هدفين، ما يعني أن مأمورية رفقاء عزي صعبة للغاية بدفاع تلقى 12 هدفا في 7 مواعيد. أرقام المولودية وإن كان الديربي لا يعترف بالأرقام وبالتقاليد صعبة متعبة، تحتاج لمعادلات بفوزين تعادلين هزائم 3. هجوم سجل 7 في 7 لقاءات ومرتبة في الخانة الحمراء. الثنائيات كالعادة ستحضر بفروشي مدربا يرافقه عز الدين رحيم، وبالخير محضرا بدنيا مدربا يرافقه رفيق صيفي، والبرنس إبرا برباعية يرافقه نقاش بثلاثية، والأهم والأحلى ثنائية الجمهور بحس الانتماء والروح الرياضية بين جارين، بل بين مناصرين يسكنان بيتا حيا طريقا واحدا، يحكمه الحكم عبيد شارف وتزينه الأهازيج والتفوهات وفرحة اللقاء. كان يا ما كان فرحة الالتقاء بين الأشقاء في 90 دقيقة، توابلها حديث ومشاكسات الرفقاء وأن لا منطقة في ديربي الجزائر الكبير.